تفضل. عدي خديجة حتى نحكي. تعالي لجنبي. سلطانتي، انت زوجتي اللي اخترت تعيش معي وتشاركني بالدنيا وبالآخرة. نحن مع بعض من 40 سنة، كانت أحلى أيام عمري. ما صار بيناتنا مشاكل أبدا. بعمرك ما قلتي شي زعجني، بس للأسف كان في مشكلة واحدة. مزبوط. ما رزقنا الله ذرية. بعرف إنه عندي غصة بقلبك وأنا مثلك كمان. تعرفي بشو كنت عم فكر؟ ليش ما نجيب لنا ولد؟ شو قصدك حاج؟ شبك عم تمزح معي أنت؟ بعد هالعمر قال بدنا نجيب ولد. معلش، ليش شو فيها يعني؟ بدنا ولد مثل كل هالناس، شو رأيك؟ ما بيملأ علينا حياتنا؟ ايه والله معك حق أحمد. باخده على المدرسة وبجيبه، وباخده مشاوير على المحل. حلو. وراح علمه الأناشيد الدينية. إن شاء الله، إن شاء الله. بعدين بناخده على الكعبة والمدينة المنورة. تخيل يا حاج، يا ريت فينا نحقق هالأمنية. فينا نحقق وحياتك. كيف يعني؟ ولد منربيه حفيدنا، بكرة منروح على مؤسسة حماية الأطفال ومنتبنى ولد صغير. عن جد؟ شو موافقة؟ ايه طبعا، ليش لا؟ ايه بس منتبنى بنت. هي قائمة بكل الأولاد الموجودين عنا بالمؤسسة. ايه؟ في صور مع الملفات مثل ما طلبتوا مني حضرتكم، حطيت ملفات البنات بالأول لتشوفوهن. تفضل. مثل ما بتعرفوا رح نراقبكم أول فترة بس لنشوف كيف تعاملكم مع البنت، وحسب نتيجة المراقبة رح ناخد قرار هالموافقة. ماشي يا مدام. ايمت فينا ناخذ قرار التبني رسميا؟ انتو فيكن تاخذوا القرار بعد حكم المحكمه فورا يا حاج احمد. هات لنشوف. يلا افتح الدفتر بسرعه. ها شوف هالبنت ما احلاها. لمشاهده المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.